من غرائب الآراء في الطب. الدكتور رايموند فرانسيس عنده 3 كتب غاية في الجمال والروعة: لا تمرض أبداً، لا تخشى السرطان، لا تكن سميناً مرة أخرى. الدكتور كتب هذه الكتب بعدما مر بتجربة مرض كان فيها الأطباء يائسون من حالته وهو في السن 45 عاماً. اليوم هو في سن 75 ولم يصب بأي مرض خلال 15 سنة الماضية سوى الزكام ولمرة واحدة. السلام عليكم، مرحبا أصدقائي في قناتكم صحتك أمانة. يقول الدكتور رايموند فرانسيس في كتابه لن تمرض بعد الآن: أضرب الأطباء في كولومبيا لمدة 52 يوم عام 1973، فانخفضت نسبة الوفيات بنسبة 35%، وأضرب الأطباء في فلسطين لمدة شهر عام 1973، فانخفضت نسبة الوفيات بنسبة 55%، وإضراب جزئي للأطباء في لوس أنجلوس عام 1976 أدى إلى انخفاض نسبة الوفيات بـ 18%. بمعنى كلما زاد نشاط الأطباء كلما زادت الوفيات. هذا ملخص دراسات ذكرها البروفيسور رايموند فرانسيس الذي لا يؤمن بمعظم تدخلات الطب الحديث، ويرى أن الطب الحديث يعالج الأعراض فقط ولا يغوص ويحلل المرض على مستوى الخلية، حيث أصل المرض يبدأ بإصابة خلية واحدة، وعلاج هذه الخلية المريضة يتم بإحدى طريقتين أو بكليهما، وهي تزويد الخلية بالعناصر المغذية التي كانت تنقصها وقد تكون سبب المرض، أو إزالة السموم المتراكمة. أما عن تفسير الدراسات للعلاقة الطردية بين نشاط الأطباء ونسبة الوفيات فترجع إلى عدة عوامل كالتالي: عمليات جراحية غير ضرورية. الأدوية الموصوفة والتي يرى البروفيسور رايموند أنها الكارثة الحقيقية لأنها في الأغلب تحتوي على مركب أو أكثر من المركبات الكيميائية السامة، ناهيك عن التداخلات ونتائجها بين صنفين أو أكثر من الأدوية. وصلنا إلى النهاية، عافاكم الله وحفظكم من كل مكروه. لا تنسى عزيزي المشاهد الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد، ودمتم بخير.